سامعته امتداد لاجيال سبقتنا بالنضال وقدمت ارواحها فداء ودفاعا لفلسطين وشعب فلسطين. اما ارد على السؤال اللي كيف تحملت؟ احنا جميعنا بنخاف من الموت، لكن اذا الموت من اجل كرامتنا احنا نموت دفاعا عن كرامتنا وعن وجودنا. الفعاليات اللي كانت تقوم فيها بيافا وبنحييكم، واحنا هي كانت رساله للاحتلال، واحنا مفروض الشعب الفلسطيني بين فتره وفتره نقدم رساله جديده للاحتلال بان الشعب الفلسطيني باقي على ارضه الصامت، مش راح يغادر هاي الارض. ومقوله الكبار يموتون والصغار ينسون مقوله ما لها وجود على ارض الواقع، لان الصغار تمسكون اكثر من الكبار. ربما الكبار تم خدعهم، خرجوا من فلسطين الان هم بالشتات وبالجوع وبالمهجر، ولكن الصغار متمسكون بالارض رغم كل الضغوط الاكثر ارهابيه والاكثر عنفا التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في داخل ارضهم. واليوم نحن بعروس البحر بيافا التي هذه المدينه تتهور بشكل يومي ومستمر، وهناك اعمال ارهابيه ضد ابناء مدينه يافا على مدار الساعه والدقيقه، ولكن اهالي مدينه يافا هم متمسكون بحقهم وصامدون على ارضهم. هذا كان يعطيني دافعا للادراك ان شعبنا شعب حي، شعب يدافع عن وجوده عن كرامته عن استقلاله. عندما كنت اتابع عبد الادراك، عندما كنت اتابع ما يجري بيافا كان هناك ياتيني شعور بانني لا اريد ان انهي هذا الاضراب كي نستطيع ان نحيي كل الشباب وان يخرج كل الشباب الفلسطيني في داخل الوطن ليقول الاحتلال باننا نرفض وجودك على هذه الارض، نحن ابناء شعب واحد. وهذا ما وصف الاحتلال في فقره الاضراب، ان الانتصار هو ليس انتصار ساوى للساوى، بل هو انتصار كل ابناء الشعب الفلسطيني، انتصار احرار العالم الذين خاضوا معنا هذه المعركه، وكنا كلنا كنا جنود بهذه المعركه، سواء من نزل الى الشارع، من خاض هذه المعركه من خلال الدعاء، من وسائل الاعلام، الجنود المدفون كان في هذه المعركه، الذين شاركوا ايضا في ايصال صوت هذه المعركه الى احرار العالم. من هنا كان الجهد هو جهد جماعي وانتصار هو انتصار الشعب الفلسطيني. كنت انا كانت قناعتي بانني اقوم بهذا الاضراب انني امثل الاراده الفلسطينيه، الصلابه الفلسطينيه، ايمان الحق الفلسطيني بوجوده على ارضه. من هنا اتت قوتي وعزيمتي بانني لا امثل سامر العسوي، سامر العسوي هو جندي من جنود هذا الوطن. انضممت الى صفوف الثوره الفلسطينيه من اجل الحفاظ والدفاع عن ارضي وابناء شعبي، وهذا واجب علي. واعتبر خطوه اضرابي كانت ايضا واجب، لانكم تعلمون جميعكم تم اطلاق سراحنا في صفقه وفاء الاحرار، وهذه الصفقه قد دفع ثمنها الاف من الشهداء والجرحى ومعناتها ابناء شعبنا في قطاع غزه الحبيب، وما زالوا حتى هذه اللحظه يعانون. اتى الاحتلال بمحاوله اعتقالي تفريغ هذه الصفقه من مضمونها، واراد ان يجعلني جسرا ليعبر من خلاله على جماجم الشهداء والجرحى ومعناتها ابناء شعبنا وعلى كرامه ابناء شعبنا. ومن هنا انا رفضت ان اكون هذا الجسر، لانني اؤمن بقدره ابناء شعبنا واؤمن بحقنا على هذه الارض. فاليوم نحن نحتفل بهذا الانتصار الذي تحقق على ايديكم انتم بشكل خاص في مدينه يافا عروس البحر.
من هنا هذا هو الانتصار كي نضع الامور بصابها الصحيح، ان الانتصار هو انتصار الجميع، انتصاركم انتم وانا معكم، ليس انتصاري انا. كما وهي كانت رسالة أيضا لكل العالم كي يعلموا بأن الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني، رسالة إلى اللاجئون الفلسطينيون خارج فلسطين وداخل فلسطين بأن لا شيء مستحيل أمام الإرادة الفلسطينية، وعليه يجب أن يتحرك اللاجئون الفلسطينيون من أجل العودة إلى أراضيهم وديارهم. لا نكتفي بالوقوف طوابير امام وكاله الغوث والنوروا من اجل ان يعطونا الطعام، نحن نريد ان نعود الى اوطاننا، لاننا نرى الان في مخيم اليرموك يقتل الفلسطينيون هناك دون اي ذنب، دون اي ذنب ارتكبوه، فعليه اذا كان على دم فلسطيني ان يسيل فيجب ان يسيل دفاعا عن فلسطين، لأننا نحن هنا يسيل دمنا على أرض فلسطين دفاع عن فلسطين، ونرفض أن يكون هناك دم يسيل في مخيم اليرموك، لأننا نحترم إرادة الشعب السوري، نحترم إرادة كل الشعوب العربية وشعوب العالم بتقرير مصيرها. ونقول لإخواننا في مخيم اليرموك عليهم الخروج من هذا المخيم والتوجه إلى حدود فلسطين، الدخول إلى فلسطين أو الاستشهاد على هذه الحدود. إذا كان لابد أن يسيل الدم الفلسطيني. أما بخصوص الأسرى الفلسطينيين، هناك 5000 أسير داخل السجون الإسرائيلية. 5000 أسير بينهم 1235 أسير يعانون من أمراض متعددة، أبرزها 40 أسير يعانون من مرض السرطان. هناك أبرز 5 حالات مرضية وأبرز 5 حالات هي شدة الخطورة على أرواح الأسرى، هم 5 هو منصور مقدة مشلول شلل نصفي وأعشائه بالخارج، مقدس يعرف الشخصية يعني 12 عام وهو داخل عيادة الرملة. هناك أيضا وهو يعيش على المخدر ليس على البيت. هناك أيضا خالد الشويش شلل نصفي، الشلل نتيجة الإصابة وليس نتيجة المرض. ناصر الشويش أيضا عاني من شلل نصفي وهو يعيش على المخدر. هناك ناهض الأقرب تم قطع الساقين الاثنتين من فوق الركبة بالشبر وهو يعيش على المخدر. هناك منتصر رداد ويسرى المصري يعانون من مرض سرطان بحالة متقدمة جدا ويرفض وترفض إدارة السجون إطلاق سراحهم وترفض أيضا إعطائهم الأدوية اللازمة. والكثير يتساءل بأن هناك إذا كان هناك حالات مثل هذه الحالات لماذا لا يستشهدون؟ لأنهم يعيشون على المخدرات وليس على الأدوية. وهناك كان 4 شهداء العام الفائت، هما حالتين بأمراض السرطان، هو الأخ ميسر الحمدية وحسن الترابي، وحالة في غرفة التحقيق عقارات ردات، وهناك الشهيد أشرف أبو ثريا الذي خرج واستشهد بعد أسبوعين من إطلاق سراحه. وكل العالم رأى كيف خرج نعيم شوامرة، وكنا ونحن داخل الأسر نقول بأن نعيم شوامرة وضعه الصحي خطير جدا، وكان البعض يشكك بخطورة وضعه الصحي، ولكن اثبتت على ساق القمر عندما تم اطلاق سراحه كيف كان وضعه الصحي خطير جدا جدا. فعلي اننا كاسرى محررون وواجب علينا اليوم اتجاه اخواننا الاسرى الذين تبقوا داخل السجون الاتفاق حول قضيه الاسرى، كما تم الاتفاق حول قضيه الاضراب وحققنا انتصار، نستطيع الاتفاق حول قضيه الاسرى من اجل تحقيق انتصارات اخرى لصالح الاسرى من اجل اطلاق سراحهم السجون. لأن هؤلاء الأسرى قدموا إظهارات أعمارهم داخل السجون من أجلنا نحن وليس من أجلهم هم. هم قاموا بالدفاع عنا من أجل حريتنا وحرية أرضنا، وعلينا اليوم نحن كفلسطينيون أن نلتف حول قضية الأسرى من أجل إيصال الصوت الأسرى الفلسطينيين إلى كل العالم من أجل إطلاق سراحهم
لا نريد ان نرى شهداء جدد في صفوف الحرب الاسيره، لا نريد ان نرى عمداء اسرى يبقون 30 عام و35 عام، واليوم هناك عميد الاسرى الفلسطينيين، ولا احب هذه الكلمه، ولكن هذا هو الموجود اليوم. كريم يونس وهناك وليد دقه وهناك ماهر يونس، كثر هم عمداء الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، ومنذ ما يزيد عن 30 عام. لن نريد ان نرى الاسرى الذين تم اعتقالهم بعام 2000 الذين امضوا 14 عام ان يمضوا 16 عام داخل السجون، ونحن ننظر اليهم وهم يموتون واحد تلو الاخر. فهم يؤمنون بكم لانكم انتم من تسرون هذه الرساله، رساله الاسرى الى كل العالم، لانهم داخل السجون هم ايضا يعانون، هم صامدون ولكنهم صامدون، يعانون ولكنهم صامدون، يواجهون السجان على مدار الساعه، لان النضال الفلسطيني لا ينتهي داخل السجون، لان يتم يقومون بانتزاع حقوقهم انتزاعا من قبل السجان، لان عندما يكون هناك قلم وضفه لدى الاسير الفلسطيني لا ياتي مجانا، بل ياتي من خلال اضراب عن الطعام، الاضراب عن الطعام اطنان من اللحوم الشحوم تنزل من اجل ان نستطيع ان نحصل قلما او ورقه او كتاب. وهذه الامور بدات الان حمله شرسه من قبل اداره السجون من اجل سحب هذه الامور من ايدي الاسرى الفلسطينيين. فعلي نحن نطالب منكم ورسالة الأسرة لكم أن لا تنسوا قضية الأسرة، وأن تكونوا كما كنتم الأوفياء لهذه القضية، وعليكم أن تتواصلوا مع كل من تستطيعون التواصل معه من خلال المواقع الاجتماعية، من خلال زياراتكم للمدن الفلسطينية، من أجل أن نرفع قضية الأسرة لكي نحشد دعما عالميا من أجل دفاع صراحهم، لأنهم اليوم هم هناك قرار سياسي بإعدامهم داخل السجون، ورأينا 4 شهداء في عام الماضي. هذا بخصوص الأسرى الفلسطينيون. أما بخصوص مدينة يافا، هذه المدينة الجميلة، كثر في الفترة الأخيرة عمليات القتل بهذه المدينة، مدينة يافا، ونحن نقول لكل الشباب أنكم أنتم بنات هذه المدينة، أنتم من تمثلون هذه المدينة، وهذه المدينة لكم، والاحتلال هو الذي يزرع الفوضى في صفوف أبناء هذه المدينة. نطالب من جميع الشباب أن يلتفوا حول المؤسسات الوطنية في مدينة يافا، الابتعاد عن المشاكل التي بشأنها أن تودي بحياة الآخرين، لأنكم كلكم فلسطينيون، كلكم يجب أن تكونوا على حماة لهذه المدينة، لأن لولا وجودكم لما كانت هذه المدينة موجودة اليوم، ولا كنا نحن اليوم هنا نتحدث اللغة العربية، ولولا صمودكم لما رفع العلم الفلسطيني هنا وراءنا. فالاحتلال يحاول زرع الفتن في هذه المدينة الصامدة الصابرة بموقعها التاريخي. فعليها نحن نأمل ونرجو ونتوسل من الشباب اليافوي الابتعاد عن المشاكل، وأن يلتفوا حول المدينة لكي يحافظوا عليها حتى تحرير فلسطين. شكرا لكم، ومرة أخرى أنا فخور بأنني اليوم هنا بينكم، و تأسف لكم لأن هذه الطاولة بيني وبينكم.